اولا الى جينا ما بين اهانه الدين الاسلامي مع الحق في حريه التعبير حنا هنا نهين حريه التعبير كحق من الحقوق المقدسه لان الاهانه غير مرتبطه بالمطلق مع حريه التعبير الاهانه هي كل فعل فيه استخفاف فيه تحقير فيه ازدراء فيه ادلال لواحد العقيده معينه وذكرها بواحد الشكل تصغيري تهكمي فهذه ما يمكنش لنا نعتبر ان السيد الذي يحقر ايات قرانيه او السيده التي يعني تذكر الاسلام بسوء وتتعرض بالاهانه لبعض الشعائر وبعض الفرائض يعني بواحد الشكل تهكمي فيه واحد النوع من الاستخفاف ومن التحقير هذا لا علاقه له بحريه التعبير بالمطلق في حين ان حريه التعبير هي التعبير على الموقف بواحد الشكل راقي بواحد الشكل فيه واحد اللياقه فيه واحد اللباقه وفيه فكر في المضمون ديالو فكر لذلك المشرع فاش في الفصل كان 267 5 وهو قانون جديد تم اتمام القانون الجنائي به عاقب كل من اهان الدين الاسلامي والاهانه راه واضحه من خلال العباره ما معنى ان واحد الانسان يعني يقوم بواحد ذكر ايات قرانيه عندها واحد القيمه كبيره عند المسلمين اللي هما الغالبيه العظمى ديال المغرب لسه المغاربه المدينين او الذين يدينون باليهوديه الباقي كله مسلم يعني كل من اهان الدين الاسلامي هو بال يعني دون ما يدري انه يهين جميع المغاربه المسلمين المشرع كان صارم واعتبر الاهانه وما قالش كل من جادل أو كل من ناقش أو كل من سجل، كل من أهان والإهانة معروفة ولا تتطلب واحد الجهد كبير. الإهانة فيها الإستخفاف فيها الإزدراء فيها التصغير فيها التهكم فيها التحقير هذه هي الإهانة. فالتعرض لعقيدة المسلمين داخل المغرب من طرف أي كان يقيم في المغرب يسري عليه هذه المقتضيات الفصل اللي كتعاقب ما بين ستة أشهر إلى سنتين وكترفع العقوبة من سنتين الى خمس سنوات لما خانتني الذاكره في الحاله اللي كياخذ كي فيها ذاك الفعل ديال الاهانه مساله صياح خطب في التجمعات العموميه نشر سواء في الورقي او العالم الالكتروني يعني كلها تخرج اهانه للعلن حنا راه غير على الاهانه التي اكتشفت دون ان يصر صاحبها على الجهر بها هذه فيها ست شهور لسنتين اما الذي يتبجح بإهانته ويعلنها للجمهور فهذا العقاب ديالو من سنتين لخمس سنوات نبغي يعني نختم على أنه لا علاقة ما بين حرية التعبير المكفولة لمن لمن يتقن التعبير ومن يتقن ويتفنن في هذه الحرية أنه يصدر ويقدم وجهة نظره بطريقة حضارية وما بين الإهانة التي هي تعبير على واحد المستوى نقدروا نقول أنه هابط ونازل ####والاستخفاف بالمشاعر ديال المسلمين... متنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.